إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التغيرات الفسيولوجية بأجهزة الجسم المختلفة المصاحبة لتقدم السن الجلد، رغم أن التغيرات التي تطرأ على الجلد بتقدم السن مثل ظهور التجاعيد والبقع السوداء يعني تغيرات فسيولوجية طبيعية، لكن أثبتت الدراسات أنها تزداد بشدة نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية. بالطبع طبعا تؤثر العوامل البيئية والجينية والمرضية في هذه التغيرات، من الضروري استشارة الطبيب على أي تغيرات في جلد كبير السن، ومن الضروري أيضا تقديم العلاج المبكر لهذه الأمراض قبل أن تتضاعف ويكون من الصعب علاجها في ذاك الوقت. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.